اللجنة المستقلة الانتخابات لهي المديرة نادية صفاقسي خذت قرار في الحين برفض ترشح القائمة التي أدلى بها السيد أحمد المعزول. الهيئة تداولت وتفاوضت ودرست ملف وتبين لها وجود إخلالات وتبين أن المطلب غير مطابق للقانون الأساسي وغير مطابق للشكليات التي يستوجبها القانون. وما معناها في الحقيقة فما ثلاثة أسباب كبيرة، واحدة منهم تكفي باش ترفض القائمة هذه. السبب الأول هو أنه مطلب الترشح لم يكن ممضى، وإحنا ما نجموش نعتمدوا مطلب غير ممضى، معناها هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أنه بعض الوثائق وصلت بعد الأجل، باعتبار أنه تبعث مطلب الترشح وناقص أوراق ولحقت لنا معناها بتاريخ لاحق للأجل الأقصى لقبول الترشحات، هذا معناها غير ممكن. والسبب الثالث معناها فما خطأ بين في هوية أحد الأعضاء، باعتبار أنه اسم نتاعو مش مطابق، الموجود في القائمة مش مطابق مع الهوية اللي قدموها لنا. السبب هذا اللجنة قررت باش ترفض مطلب الترشح، وبالأحرى حسب القانون الأساسي تصرح بعدم صحة هذا الترشح. وحسب القانون الأساسي معناها باش يقع تعيين جلسة انتخابية ثانية، باش يقع تعيينها معناها في أجل شهر أو شهرين، معناها في أجل أدنى شهر وأقصى شهرين من تاريخ 6 شهود، سيقع معناها إعادة فتح الترشحات حسب ما ينص عليه القانون الأساسي، وسنواصل العمل إلى حين معناها إتمام أعمالنا اللي تكلفنا بها.